كيف واحد يترك الصلاة؟ شهر وشهرين ثلاثة وأربعة ويكون عن نفسه أنه مسلم. كيف؟ لا تأذن لنفسك أن تتهاون في الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة عمود الإسلام. لا تأذن لنفسك تفرط في ركعة، انتبهتم؟ ركعة تريد أن تثبت على الدين حتى توفاك الله، حافظ على صلاتك، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والله ما تسقط حتى في الحرب، حتى في الخوف، حتى في السفر، حتى في المرض، شأنه عظيم، صلة بين العبد وربه. كيف تفرط فيها؟ لا تفرط ولا ركعة، صلوا الصلاة الخمس تكون أنت إنسان مضبوط في دينك. في المسجد حيث ينادى لها حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا قيل كيف فلان من رجل، قل كيف صلاته؟ إذا كان بالصلاة مضبوط رجل مضبوط، إذا كان قد ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. ميزانك صلاتك، تنظر في حالك وفي حال غيرك انظر في الصلاة، شأنها عظيم، إياك أن تفرط فيها.